سوريا المتنوعة بمكوناتها عرب وكرد وتركمان وشراكس وسريان وأشوريون وأرمن، مكوناتها شكلت هوية سورية بعيد استقلالها، وتداخلت ثقافات تلك المكونات والتي بدورها خلقت مجتمعا أهليا متميزا، لكن السياسة وأهوالها كرست مفاهيمها وحجب البعث عن السوريين الكثير من خصوصياتهم، حتى نشأت المظلوميات والتي نعاني اليوم من أهوالها بفعل ذلك الفاعل الدخيل. قبل أيام غنت أصالة نصري أغنية باللغتين العربية والكردية، تفاعل السوريون معها وتباينت الآراء حولها لتظهر أن المجتمع السوري لم تكن بعض أزماته الثقافية إلا وليدة المستبد ومخلفاته، أما المجتمع فهو ذاكرة تلك الأرض وجغرافيتها والتي لم تزل على الفطرة الأولى. الثقافات المتنوعة والمجتمع، تجسير بين المكونات المختلفة، عنوان حلقتنا من منتدى دمشق هذه الليلة، فأهلا بكم. إذن مشاهدينا، نناقش في محاورنا لهذه الليلة كيف تبنى المجتمعات المتنوعة والمختلفة خارج أطر السياسة ومشاحناتها، وأين النسيج الاجتماعي وإرثه وسط المشاريع السياسية، ما تأثير الثقافات ومناهل التراث على تجسير العلاقة بين المكونات. نتابع التقرير التالي ونعود للنقاش. في مغبة الواقع السوري المؤلم وفي تفاصيله المغرقة بالحنين وغياب الأرض والهوية، يطرق التراث أبواب قلوب السوريين حين سماعه، فيعيدهم إلى الجذور الأولى في ذاكرة الأرض. تنوعت المكونات السورية منذ نشأت تلك البلاد بحدودها المعروفة، حملت تلك المكونات ثقافاتها وتراثها حتى تداخلت فيما بينها بحكم الجغرافيا وخصوصيتها، فخلقت مزيجا مدهشا خاصة في الأغاني والموسيقى والأزياء الشعبية. اعتبرها كثيرون وسيلة للتواصل بين المكونات من خلال تأثيرها وتطوره المستمر. سريان وأشوريون وعرب وكرد وشركس وأرمن، سوريون في لوحة واحدة، لكل منهم خصوصيتهم التاريخية، لكن أزمات السياسة وتداعياتها خلفت ما خلفت في سوريا. فكان البعث بعد انقلابه قبل منتصف الستينات حزبا ذا نزعة قومية كرس بسياسته مفاهيم طارئة على الأرض السورية، خلفت بعد 5 عقود أزمات كان عنوانها المظلوميات. أطلق السوريون مع بداية ثورتهم مرحلة جديدة نتجت عن روح المجتمع وفكره الجمعي، فكانت جمعة أزادي صرخة سورية عبرت عن ترابط السوريين فيما بينهم خارج حدود مفاهيم الأحزاب السياسية والسلطة المستبدة. تفاعل خلالها السوريون عربا وكردا، وهتفت بها حناجر الثائرين في الشوارع السورية المختلفة. وفي ظل الانقسام السوري الحاصل بعد تعدد الأزمات والمناطق والجيوش الأجنبية والمحلية، أطلقت المطربة السورية أصالة أغنية من التراث الكردي وغنتها باللغتين العربية والكردية. تفاعل معها السوريون بكل مكوناتهم وفتحت بابا للحديث عن دور تلك الثقافات في خلق مجتمع تكون فيه جسرا يربط الضفاف ويردم الهوات رغم اتساعها. لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا، أرحب بضيوفي معي في الاستوديو الكاتب والشاعر الدكتور عبد الله الحريري من الدوحة، المحاضرة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة لانكاستر البريطانية، الدكتورة رهف الدغلي، ومعنا من بروكسل الكاتب والروائي هوشنك أوسي. أرحب بكم جميعا، وأبدأ معك دكتور عبد الله. يعني ما حرض لدينا الحديث هذا اليوم هو ما أثير حول أغنية أصالة والذي استعرضناه يعني في المقدمة والتقرير، تباينت الآراء حول ذلك، لكن كان لافتا أنه كان هناك بعض
الآراء السلبية التي رفضت ما جرى في هذه الأغنية. هل تعتقد أنه هذا يعكس بعض المخاوف الثقافية لدى بعض المكونات الثقافية اليوم في سوريا، أم أنه ما حدث هو أمر عادي ونقاش طبيعي يمكن أن يطرح؟ أولا مساء الخير أستاذ نور وبيكي بالحضور. طبعا أنا أرى أنه كان الكثير من ردود الفعل السلبية وليس القليل، وربما يكون ذلك متوقعا بسبب موروث فرقة الشخصيات الثقافية المجزأة في ضمن الهوية الثقافية السورية العامة، إن كان هناك هوية ثقافية سورية عامة في ظل حكم نظام البعث. ردات الفعل ناتجة عن مظلوميات قد تكون محقة في استهدافها التغييبي أو في طويها محاولات طويها الثقافي، وهذا كان شأن القوى السياسية المسيطرة اللي هي كانت نظام البعث، اللي استغل سيطرته على كل أدوات السلطة واللي منها رأس المال الثقافي، فاشتغل برمزيته السلطوية على تثبيت لغة وثقافة سائدة ومنع ثقافة أخرى، وكان أكبر ثقافة ممنوعة هي الثقافة الكردية، وهذا أورث مظلومية ينبغي التعامل معها على حقيقتها إذا كنا نحن نريد أن نتجاوزها باتجاه بناء الثقافة السورية. إلا أنه هل هي الثقافة الكردية الوحيدة التي عرضت أو تعرضت للطوي أو محاولة الإهمال من نظام الأسد؟ كل الثقافات في سوريا، كل الثقافات، حتى العربية، كل الثقافات. نحن إذا أردنا تحليل الهوية الثقافية السورية الوطنية ففينا أو لازم نلجأ لدراسة الهويات الثقافية المجتمعية الجزئية ضمن سياقها التاريخي والزمني، بمكنونها الثابت الذي يحفظ خصوصيتها ومكنونها القابل للتفاعل مع الآخر في اتجاه بناء الثقافة السورية الكلية. أنا أعتقد أنه الثقافات كلها همشت وألغيت وحوربت حتى من إمكانيتها على الحفاظ على خصوصيتها وتنمية ثقافتها، وبالتالي ما كان في هوية وطنية سورية ثقافية، كان هناك هوية بعث ثقافية، فالكل يحس بأنه مغبون ولا ينتمي مقابل لها الآخر. يعني لا أعتقد أن هناك أحد ينتمي إلى هذا، يعني أثبتت التجربة أنه هي ثقافة عصابات للأسف، ولكن كمان هي اندثارها كشف التشظي اللي عاشوا التشدد الثقافي اللي عاشوا المجتمع السوري بسبب ما مارسوا نظام الأسد من إلغاء ثقافة. طب يعني ما الفكرة التي يرمي إليها النظام من حظر أعمال فنية وموسيقى على سبيل المثال؟ يعني كان من اللافت أنه الأغنية الكردية كانت ممنوعة في سوريا، أي إنتاج ثقافي أو فني كان ممنوعا. لأنه أي مشروع سياسي، البعث كمشروع سياسي، عندما يسيطر على السلطة بداية أو على أدواتها يسعى بطبيعة الحال، سواء كان منقسما يعني قبل سيطرة الأسد حافظ الأسد على السلطة أو بعده أو كان مستقرا في السلطة، يسعى إلى السيطرة على شيء يسموه حقل السلطة اللي هو الدولة. هاي السيطرة بتعطيه رمزية معنوية لإقرار سلطته، حتى إحساس بالامتنان عند المجتمعات الصغيرة بيصير فيه. هذا الإقرار لا يتم إلا بفرض ثقافة سائدة بطبيعتها. لو كان النظام وطني لأقر ثقافة وطنية، ولكن لكونه هو نظام يقوم على المبدأ العصبوي فلا تتماشى معه أصلا. إذا نمت الثقافة الوطنية هو سيندثر، إما بتغيره هو نفسه أو بتغير بفعل المجتمع، فلذلك فرض هو في ثقافته وألغى الثقافة الوطنية لاغيا معها الثقافات الجزئية، ولكن كان الجور الأكبر قد يكون على الثقافة الكردية بمنع اللغة بمنع الأغاني. طبعا بالسنوات الأخيرة كان حالة إرضائية بتذكر أنا قبيل الثورة سمحوا بالنوز بل 2011 هي يمكن أول مرة يعني جرى فيها المتاجرة بموضوع احتفال متاجرة هي، وهي إرضائية، هاي إرضائية ليس أو محاولة تغطية، وهذا لا يكفي. طيب أستاذ هوشانك أذهب إليك، يعني وأيضا منطلقة من موضوع الأغنية ومن فكرة كتبها أحد المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي يعني ولفتت نظري في هذا السياق، يقول أنه يعني تراث الألحان الكردي سرق، يعني كثير من الألحان الكردية سرقت وسوقت على أنها ألحان عربية أو حتى ألحان تركية. من هنا دعني أطرح سؤالا، كيف تفاعلت الثقافتان الكردية والعربية سواء بالغناء أو الفن أو حتى في اللغة وفي نواحي الثقافة الأخرى؟ هل موجود هذا التفاعل أو هذا المشترك الثقافي؟ بكل تأكيد هنالك تفاعل وتأثر وتأثير من الجانبين، من الثقافة الكردية المتأثرة بالثقافة العربية
هذا يعود بجذوره إلى يعني مئات السنين. يعني ملحمة ماموزين الشعرية قصة الحب الخالدة للشاعر المتصوف الكردي أحمد خاني فيها مفردات عربية وعلى صعيد الصياغة والبناء، كذلك القصائد الشعراء المتصوف الكرد الأوائل فقيه تيران ملاي جزيري أيضا لا تحتوي فقط على مفردات بل إنما على أبيات شعرية كاملة باللغة العربية كنوع من التنويع والتطعيم بهذا الخصوص. إذن التواصل الحضاري الثقافي الأدبي الشعري عميق سابق على يعني الدول القومية والتشكيلات القومية. لكن اسمحي لي أن أوضح نقطتين، يعني ردود الأفعال فيما يتعلق بأغنية أصالة وأنا أوجه لها تحية حب وتقدير، يعني رغم أنه يعني لا شكر على واجب في هذا الخصوص، لكن أيا يكون كانت بادرة جميلة جدا، بادرة وطنية، بادرة حضارية وبادرة ثقافية فنية عالية، يعني تعكس حسا فنيا عاليا. المشكل كان أنه فيما يتعلق بنسب الأغنية كلحن وكلمات في البداية تم تجاهل موضوع التراث الكردي، وحتى يعني الأستاذ إبراهيم كيف والفنان الأرمني السوري أيضا يعني لحقه ما لحقه بهذا الخصوص. ردود الأفعال كانت في هذا الاتجاه وليس يعني عملية رفض أو اتهام لأصالة يعني هو كما تفضلت أستاذ هوشنك، يعني كان هناك رد يعني ردود أفعال حول الأغنية ذات، يعني كونه مزجت هي بين أغنيتين عربية وكردية وأيضا أغنية أرمنية، كان هناك ما يتعلق بحقوق إبراهيم كيفو في هذه الأغنية، لكن أيضا كان هناك اعتراض على استخدام التراث الكردي رغم الإشارة إلى أنه الأغنية هي تراث كردي وأنه من قام بإعداد الكلمات واللحن هو كردي أيضا. يعني هو هنا أود أن أستوضح منك، هل يمكن أن نعتبر أن هناك حقوق ملكية ما للتراث الخاص بمجموعة بشرية؟ سيدتي الفاضلة، القضية ليست قضية يعني حقوق ملكية تتعلق بالتراث، التراث ملك الشعوب، لكن من باب الأمان العلمية أنت عندما تعدين تحقيقا صحفيا أو تعدين دراسة أو تعدين كلمة الإعداد هي لي تملي على يعني صاحب المعد أن يذكر يعني أن يذكر المصادر. هنا يعني جرى تجاهل المصادر في هذا الخصوص، سواء ما يتعلق بالتراث الكردي، ما يتعلق بإبراهيم كيفو يعني وأغنيته كلماتا ولحنا، هذا كان هو المأخذ. أما الموضوع ليس موضوع أصالة بالدرجة الأولى، أن يكن يعني هنالك مشاكل في هذا الخصوص موجودة في التراث أو في الثقافة العربية. يعني آري جان ككردي لا يبرئه من الخطأ أو المشكل الذي أوقع نفسه فيه، هذا ليس موضوعنا في الدرجة الأولى. يعني هي يعني مدخل، هو مدخل يعني لنتحدث أكثر عن هذا الموضوع. يعني نقاشنا صلب نقاشنا هو فيما يتعلق بدور الثقافة، التنوع الثقافي، سوريا بوصفها نموذج مصغر للشرق الأوسط بكل هذا التنوع. بصراحة يعني الثقافة الكردية كانت مقموعة حتى قبل البعث، يعني في الحقبة الوطنية التي نتحدث عنها في فترة الخمسينات عقب الاستقلال لم يكن هنالك اعتراف لا بالواقع الكردي، لا بالهوية الثقافية الكردية، لا بالأغنية الكردية. أتى ونظام البعث وزادت الطين بلة، وحزب البعث مشكلته ليس لأنه حزب قومي بل لأنه حزب فاشي. هذا المشكلة الكبرى الآن، هنالك أحزاب قومية في أوروبا فيها هذا يعني هامش من الديمقراطية، لكن تعامل البعث سبقه أيضا يعني الحكومات السورية الأخرى في فترة الخمسينات التي نقول عنها بأنها الحقبة الوطنية، هي أيضا لم تنصف الثقافة الكردية. نقطة أخرى، يعني هل يمكن اعتبار أنه قبل الفترة الوطنية قبل الحرب العالمية الأولى كان هناك فضاء ثقافي مشترك أكبر في هذه المنطقة، هل تعتقد ذلك؟ شوفي، يعني من المؤسف القول أنه على زمن الاستعمار الفرنسي، على زمن الانتداب الفرنسي، كان هنالك مطبوعتان رسميتان، مجلتان تصدران في دمشق باللغة الكردية، لكن بعد الاستقلال لم يصدر أي شيء. في الحقبة الوطنية يعني نفس الأمر، رغم أنه الأكراد كانوا موجودين في الكتنة الوطنية وفي الأحزاب وفي الحزب الشيوعي، من يرأس الحزب الشيوعي وقت ذاك يعني وحتى فترة يعني ينحدر من أصول كردية الراحل خالد بكداش. حتى في الكتلة الوطنية كان هنالك
حضور كردي، لكن لم يصار إلى صياغة أو اعتراف أو إنصاف الهوية الكردية. طبعا هنالك نوع من التعميم، يعني كلنا تضررنا، لا يعني هنالك مبالغة في هذا الموضوع. أنا من منطقة، من منطقة الجزيرة، اللغة السريانية لم تكن ممنوعة، لم يصار إلى ذكرها بالدستور، لكن كان هنالك مدارس اللغة السريانية تدرس، والأغنية السريانية غير ملاحقة، الفنانون السريان والمطربون السريان لم يكونوا يعني لم يودعوا السجون لأنهم أطلقوا أغنية سريانية، لا، في حين إن الأغنية الكردية كانت ملاحقة، حتى ولو كانت على الحب والعشق كان يتم التعامل معها وكأنه منشور يدعو إلى. لماذا حدث هذا التمييز؟ حدث هذا التمييز لأنه حزب البعث ميز هذا المكون، يعني أصدر مجموعة من المراسيم في 62، مشروع الإحصاء، في طبعا البعثيين وقتها ما كان في حكومة بعث في 61 و62، لكن البعثيين كانوا أقوياء. في زمن حافظ الأسد في 74 أصدر القرار ومشروع الحزام العربي، وهدفه تعريب المناطق اللي فيها الأكراد غالبية في السكان وتغيير ديموغرافي وتعريب المنطقة. إذا الأكراد كانوا مخصصين مميزين من المكونات الأخرى من يعني استهداف النظام البعثي عبر المشاريع. حتى قبل البعث أستاذ هوشانك، يعني قلت أنه كانت يعني كان في محاولة لاستهداف الثقافة الكردية واللغة الكردية حتى في الحقبة الوطنية، يعني من يتحمل مسؤولية ذلك؟ يعني خاصة أنه الحركة السياسية الكردية يعني كانت قد يعني بلغت ذروتها ربما في نهاية الخمسينات، هل بلورت في ذلك الوقت البرامج هذه الأحزاب، هل بلورت هذا المشترك الثقافي مع الوطنية السورية، أم أنها ذهبت في اتجاهات أخرى فأثرت سلبا؟ شوفي، يعني من باب الدقة، يعني المشروع الكردي السياسي في سوريا تبلور في نهاية تقريبا في نهاية الخمسينات، في 57 أعلن عن الحزب الكردي، الحزب الكردي الأول في سوريا، ويعني في 78 صارت دولة الوحدة بين سوريا ومصر، وتم حظر كل الأحزاب، يعني الحزب الكردي والحزب الشيوعي امتنع عن موضوع الحظر، يعني سياسات الملاحقة والقمع وعملية الصهر بدأت مع المشروع القومي الناصري في نهاية على زمن دولة الوحدة. أتى الانفصاليون ودولة الانفصال في سوريا، يعني انفصلوا عن مصر في 61، أيضا تابعوها بمشاريع ملاحقة الأكراد بالاعتقالات السياسية، بهضم الحقوق وعدم الاعتراف بالحريات. إذن هنالك الشيء تراكمي، النخب التي استلمت السلطة بعد رحيل الانتداب، بعد رحيل الاستعمار الفرنسي، تتحمل جزء كبير من يعني السلطة المتعاقبة، والبعث ورث هذه السياسات وضاعفها يعني ورفعها إلى الحدود القصوى، إلى المنح العنصري الفاشي بالتعاون يعني وفي التعامل مع المكون الكردي الأصيل وفي السوري. يعني لكن يعني هل هذا التعامل خلق ردود أفعال اتجاه العرب؟ لا أعتقد ذلك، لأنه يعني العشرات والمئات من الكتاب والأدباء العرب أبدعوا في باللغة العربية، الإسهامات الكردية في السينما السورية، في التشكيل السوري، وفي الرواية وفي الشعر، صحيح، وفي الرواية، في كل هذه الجوانب. هذه يعني السياسات العنصرية لم تخلق ردات فعل عكسية عامة على مستوى المجتمع. ويعني أيضا حتى سنعود يعني للحديث عن موضوع يعني تفاعل المجتمعين الكردي والعربي في سواء في مناطق التي تحتوي على أغلبيات كردية أو العكس. سأعود إليك بعد قليل دكتورة رهف. يعني طرح الأستاذ هوشانك موضوع المشروع القومي وكيف أثر على يعني علاقة السلطة أو بلورة تعامل السلطة لنقل مع الهويات الثقافية المختلفة. الدول القومية في حالتها العامة هل ترفض الثقافات الأخرى؟ هل هي مكونة بهذا الشكل؟
شكرا، مساء الخير نور لك ولضيوفك. حقيقة أتفق كثيرا مع بما تقدم به الدكتور عبد الله الحريري. يعني تقوم الدول القومية باستخدام ثقافة محددة تفرضها، وخصوصا بالنسبة لحزب البعث عندما أتى كان يعاني من أزمة شرعية معينة، ولذلك كما نرى في مثال على ذلك دستور عام 1973 قام بتخصيص مادة معينة تقول بأن الثقافة هي محمية من قبل الدولة وهي ثقافة بعثية، وأيضا بما أتى بدستور حزب البعث تحديدا. هلا الدول القومية هي خاصة القومية تبنى على مرتكزات أساسية وهي الإقصاء، وهنا نتكلم عن ما قبل القوميات الليبرالية أو بما نرى اليوم أو نشاهد في مثلا في دول الغرب. يعني من يقول أن الدول الغربية هنا يوجد فيها قومية جامعة هو أيضا يعني في شيء من الضعف أو شيء من الوهم، لأنه حتى في الدول الغربية أو القوميات الليبرالية تقوم بفرض أو تعزيز هوية على أخرى. فمثال على ذلك في مثلا القومية في بريطانيا لم يعني أحدثوا قانون في عام 1993 لاستخدام مثلا منطقة الويلز أنه أن يستخدموا لغة الويلش، أو حتى الوزراء الويلش أن يقوموا بتنصيب مثلا أماكن معينة في بريطانيا يعني إلقاء عليها اسم ويلش يعني أو اسم لفظي، وهذا ما يعني بأن القومية بشكل عام هي إقصائية. أعتقد الحل بأنه حتى يعني كثر الحديث في الآونة الأخيرة وخصوصا في العقد الأخير عن أن الحل أو الطريق إلى الحل في سوريا هو إيجاد أو الخطاب الوطني. أنا أعتقد التركيز كثيرا على مفهوم الوطنية هو أيضا يؤدي إلى إضعاف جزء من أو استخدام سردية الأكثرية والأقلية أو إدماج العنصر الأقلوي، وهذه مصطلحات أيضا فيها إشكالية كبيرة. فمثلا أنا أعتقد باعتقادي جسر العبور إذا ما أردنا استخدام القومية هو المالتي كولتشراليزم أو التعددية الثقافية، وهذا يعني هل هذا خطر؟ هذه التعددية هل تشكل خطرا على الدولة القومية؟ الدولة هلا دائما منذ ولادة الدول يعني ما قبل وجود الدولة الأمة القومية هي ضرورية، هي خطاب يتم بناءه من قبل الدولة. لا يوجد دولة اليوم بدون خطاب مفروض أو قومية معينة، سواء هذه القومية هي مستبدة شمولية تحتوي على أو تفرض حزب ثقافة حزب معين أو ثقافة إثنية معينة أو طائفية. دائما هناك أيديولوجيات معينة تستخدمها الدول وتستخدم معها أيضا عناصر سوفت بمعنى عناصر لينة أو مرنة من خلال كما ذكر عبد الله موضوع الثقافة، الأغنية، التراث، ما تنشره من خلال بالفضاء العام يعني التماثيل. هل هي خطر؟ التعددية الثقافية هي خطر على أي مشروع سياسي هو مؤدلج وشمولي، ولكن التعددية الثقافية باستخدامها قد تكون الحل في حال هذه الدولة تكون يعني تخرج من أزمة أو حرب أهلية ما. ولذلك أنا أرى بأنه استخدام خطاب أو ما سماه السوريين خطاب وطني جامع هو ليس كافي. يعني استخدام موضوع الكوتا الكردية، يعني أن تعطي عن مثلا كوتا معينة للأكراد أو كوتا معينة لمكونات أخرى، حتى استخدام لفظ المكونات هو إشكالي، هو يعني يضيف إلى أو يؤكد بأنه ما نحن فيه هو اليوم ليس دولة حديثة، وإنما هي مجموعة مكونات قد يتم النظر إليها. لكن على يعني ليست هذه هي الطرق التي تتبع يعني في حالة مثل حالة المجتمع السوري، ويعني يبدو كأنه مكوناته يعني يعود إلى تعبير المكونات كانت معزولة عن بعضها، حتى أنه كان هناك تعامل أمني من قبل النظام حتى مع موضوع اللغة الكردية على سبيل المثال، المراسيم التي خرجت بمنعها، وهذا ما استفاض به ضيفي منذ قليل أيضا. طبعا نور، ولكن هو الإشكالية بأنه بوجود دائما إذا لم يتم بناء العقد الاجتماعي على أساس أفقي وليس هرمي، بمعنى أن تكون الدولة على الجهة الأخرى مع المواطن أو الذوات باستخدامها بموضوع المكونات، هذا يفتح المجال لمثلا أولا واحد اعتبار هذا المكون هو سياسي، بمعنى مجرد ما يتم اعتبار هذا المكون بأنه سياسي أي قد يهدد أمن الدولة بأي لحظة ويتم أمنته وشرعنة العنف باستخدام العنف ضده. اثنين، إذا ما تم
استخدامه بشكل مسيس، أي تم استقطابه وتوظيفه واستثماره لشرعنة هذه الدولة. ثلاثة، أو قد يتم تهميشه و تهميشه واضطهاده. ولذلك أنا يعني أرى إشكالية باستخدام المكونات. طب لماذا قد يرى النظام الكرد على سبيل المثال كذوات سياسية أو كمسيسين فيخشى منهم أو يخشى من مشروع انفصالي قد يقومون به فيتعامل معهم بهذه الطريقة ويشرع العنف ضدهم، بينما لا يرى من قبل قوميات أخرى كما تحدثنا منذ قليل مثل الأرمن على سبيل المثال أو حتى الأشوريين لا يرى هذا الخطر؟ أنا في وجهة نظري أن بنية النظام الشمولية والمستبدة في حال أنا وهنا لا أريد تعميم أو مثلا تقليل من شأن ما تعرض له الأكراد من قبل نظام البعث أبدا، يعني طبعا الكل يعلم بأنه كان هناك استخدام ممنهج للعنف الرمزي والعنف الجسدي والعنف حتى على كافة المستويات ضد الأكراد، ولكن أنا باعتقادي بأن بنية النظام المستبدة هي إذا ما كل الذوات اللي كان، وأنا يعني أركز على استخدام كلمة ذوات وليس مواطنون، لم يتم اعتبارنا كسوريون جميعا كمواطنون، وإنما ذوات يتم إما يعني النظر إليها كسياسية مسيسة أو مضطهدة ومهمشة ومختفية، يعني النظام يستطيع بأي لحظة أن ينهيها annihilation. أعتقد بأن النظام كان سيرد بأي حال بأنه إذا رأى أنه سيكون مهدد أمنيا من أي مكون سيستخدم نفس الأدوات. السوريان مثلا على ذكر على وهنا يعني استخدم مثال السوريان، إذا ما كانوا منظمين أو رأى النظام بأنهم سينظمون أنفسهم سياسيا بأي لحظة أنا أعتقد بأنه سيستخدم آلة الاضطهاد ضدهم، إلا إذا ما كان هنا يدخل العنصر الاكسترنال ايجنت، بمعنى إذا ما كانت هذه الجماعات أو هذه المكونات لديها علاقات خارجية قوية قد يخاف النظام منها. ولكن أنا أعتقد أن النظام يعني صار في دايغريس، بمعنى بدأ بكونه قومي بعثي وبالنهاية أدى إلى أنه أصبح عائلي فئوي أسدي بالمرحلة الأخيرة. ولذلك أعتقد بأن أي مكون كان سيهدد أمنه سواء على خلفية مذهبية طائفية حتى جندرية على سبيل المثال سينهيها وسيمارس كافة أنواع العنف ضدها. دكتور عبد الله، يعني إذا كنا نتحدث عن خشية النظام من ثقافات فرعية بشكل أو بآخر أو ثقافات أقليات إن صح التعبير، طب هل يمكن الحديث في سوريا عن ثقافة أكثرية؟ يعني إذا كنا نعتبر أو المنطلق الذي يعتبر أن هناك عربا سنة في سوريا على سبيل المثال، هل نتحدث هنا عن ثقافة مشتركة؟ يعني ثقافة العربي السني في حوران على سبيل المثال هل تشبه العربي السني في دير الزور؟ يعني إذا عزونا الثقافة ونشأة تشكلها إلى الأقاليم، وخصوصا إذا أنت حكيت أطراف سوريا هي الأقاليم الزراعية، فغالبا هي أقاليم بطبيعتها منقادة لقدرة المدينة السياسية، وسحبت المدينة التي تعني الدولة سواء كان مركز الدولة أو فرع الدولة، سحب تأثيره الإمبريالي للدولة بمعنى إدارة الأراضي الزراعية وضمها أو تقصيرها، وسحب قدرته الإدارية على أقاليم حوران، على أقاليم مثل حوران أو الجزيرة والأخير، تحولها لمساحات إدارية مش ثقافية بالمعنى الخالص. فإذا بدي أجي أنا أحلل أنه أقليم حوران بما يضم من جبل وسهل وامتدادا لشمال الأردن هو لم يعد وحدة جغرافية كما هو متخيل عنه بالترتيب الإداري للدولة، هو صار أقليم مساحي أكثر ما هو ثقافي. ولكن هل تتشكل هوية عامة للعرب السنة مثلا؟ أنا برأيي لا تتشكل، وذلك بسبب هو نفسه عدم حسن الإدارة اللي ناتج من أو اللي قد تكون مقصودة من النظام لحالة الدمج الزراعي المديني الريفي المديني، أو حالة الدمج الثقافي بما يعني تشكيل الهوية الثقافية من موروث تاريخي وحالة عادات وتقاليد وموروث تاريخي خاص. فتاريخ حوران كحوران مثلا هو يختلف عن تاريخ الجزيرة السورية الخاص، عم نحكي عن تاريخ الخاصين، أو إذا بدنا حتى بالأقاليم نفسها تاريخ السويدة الخاص يختلف عن تاريخ درعا مثلا. فلذلك هو حافظ على هاي المساحات حتى بين التاريخ الخاص للمكون الذي يسمى بالبنط العريض أنه هو واحد العرب السنة، ولكن حتى فيني أنا ألمس الفروق الثقافية بين المدن السورية نفسها
عادات مثلا بين حلب ودمشق وما أورثوا ذلك حتى قبل نظام الأسد من تنافس ذو طبيعة سياسية كان أميل للإقصائي، وأصلا تشكلت الدول هو بتلك الفترة. طب كيف يمكن يعني إذا أمكن اعتبار هذه الفروقات كهوة ثقافية بين المدن السورية والمجتمعات أو المكونات السورية، لا أعرف يعني كيف يجب أن نصطلح على تسميتها، يعني ما هي أهم الحوامل التي يمكن من خلالها تجسير هذه الهوة، ولماذا في هذا السياق قد تؤثر أغنية أو قد يؤثر فعل اجتماعي أو ثقافي ما أكثر من 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 حتى محاولات الدولة والأحزاب بالقيام بذلك؟ يعني كل محاولات البعث لصهر الجميع في بوتقة واحدة لم تنجح، كيف يمكن للسوريين أن ينجحوا عن طريق حوامل مختلفة؟ أنا أتفق مع الدكتورة بشكل كبير جدا بصراحة. إذا أردنا أن نطرح نحن معايير عليا أو مفاهيم عليا على السوريين، قد تكون اللغة هي تقصي طرف، قد تكون الجغرافيا ربما تقصي طرف، فمثلا حوران تنقسم بين شمال الأردن وجنوب سوريا، الوجود العلوي ما بين أنطاكيا والساحل السوري، الأكراد أنفسهم بين ثلاث دول، يعني عوامل كثيرة منها الجغرافيا منها التي قد نضعها نحن كمعايير أولى أو كمعايير عليا في تشكيل الهوية الوطنية. هذا القفز عنه والتعامل مع المعطى الحالي والسماح للأجزاء في بناء هويتها الجديدة ضمن وطن جديد هو أصلا بالأساس مقسومة سياسيا بالحدود اللي وضعت هاي المكونات السورية بمجملها، السماح لها في التعبير عن نفسها قليلا ضمن إطار التعددية، مع إشارتي لما أشار لفكرة التعددية اللي طرحتها الدكتورة بما تحملها من مخاوف. الدكتورة بتعرف أنه مثلا من اللي حذروا عنها زيغموند باومان وممكن ما تخلفه ما خلفته في الدولة الأوروبية مثل باريس اللي هي الوصول لأحياء قد تصل للتصادم في بين بعضها، نتحول نحن لثقافات خاصة منعزلة. فبدنا نفكر نحن ضمن إطار التعددية برأيي أنه في آلية فتح الأبواب بين هاي التعدديات المختلفة ومراعاة الخصوصية، القصد أن تحافظ للمكون على خصوصيته قبل أن تطلب منه الاندماج، لأنه هو مجرد إحساسه بشخصه الثقافي بهذا المكان هو سيدفع بالطبيعة للتفاعل مع الآخرين، إلا أنه قد ينعزل، يعني يجب أن نحذر من هذا العزل. وأتوقع أنه هي يعني السياسة بيجي هون دور الفاعل الثقافي، يعني مد الجسور إذا مثل ما حكيتي بالمقدمة أنت بين الثقافات هو بيجي دور الفاعل الثقافي مش الثقافات ذاتها، لأن الثقافات هي مش حالة فاعلة، يعني هي مش ذات فاعلة لحتى تمد هي الجسور، بيجي دور الفاعل الثقافي اللي هو قد يكون المثقف نفسه، قد يكون المثقف العامل الاجتماعي، الشخصيات الاجتماعية، قد يكون السياسي أيضا، بيجوا دورهم كلهم لفتح هذا. طيب يعني هو موضوع العامل السياسي أيضا مهم، وأعود إليك في هذا السياق أستاذ هوشانك، هل كانت الثقافة المشتركة ضمن مكون واحد كالمكون الكردي على سبيل المثال كفيلة بخلق هوية سياسية محددة؟ هل حدث ذلك فعلا حتى ضمن المكون الواحد، أم أنه يعني حتى الثقافة المشتركة لم تنجح بذلك؟ يعني وهذا حتى يعني نستطيع تصور أنه حتى لو كان هناك يعني لو نجح الشعب السوري على سبيل المثال في تحقيق أو التعبير عن الكثير من المشتركات الثقافية، هل يمكن أن يكون لها معادل سياسي واضح؟ الشعب السوري حاليا يعاني، ويعني لا يمكن أن نحكم عليه بأنه فشل في تقديم صورة حضارية للوطنية السورية. الوطنية السورية فعل تراكمي يحدث في يعني في مناخ ديمقراطي في ظل أنظمة ديمقراطية، وسيحدث هذا يعني آجلا أم عاجلا، الموضوع لن يبقى يعني على هذا النحو إلى ما لا نهاية. هنالك منطق التاريخ، منطق الجغرافيا، المصير المشترك، المستقبل المشترك لكل هذه المكونات. طبعا أنا أستخدم مفردة المكونات لأنه أحيانا البعض يتحسس من مفردة الشعب، يعني إذا قلنا الشعب السرياني أو شعب يعني الشعب السوري هو مجموع شعوب أو الشعوب السورية إنجاز التعبير في هذا الخصوص. اسمحي لي فقط أن أصحح لضيفتك في الدوحة أن فيما يتعلق بين قوسين العدل في توزيع الفاشية من قبل النظام السوري على كل المكونات، لو أنه المكونات الأخرى كانت تمتلك مشاريع قومية لفعل النظام البعثي معهم ما فعل مع الأكراد. لا طبعا. لماذا؟ لأنه المنظمة الآثورية الديمقراطية تأسست في نفس العام اللي تأسس فيه الحزب الكردي الأول عام 1957،
هذا أولاً. اثنين، المنظمة الآسورية السريانية لها مشروع قومي كما كان للأكراد مشاريعهم القومية، ومشروع تقسيمي كمان، يعني تشكيل دولة بيت نهرين، الدولة الآشورية اللي بتجمع، ولهم امتداد، المنظمة الآسورية لها امتداد وفرع في العراق أيضا، قيادة المنظمة الآسورية موجودة في العراق. كل هذه المعلومات يفترض أن تكون الدكتورة على بينة من هذه التفاصيل، لكن مع ذلك وأحزاب أخرى، يعني أحزاب سريانية وآشورية أخرى كانت موجودة، على العكس النظام تعامل مع أحزاب قومية أرمنية كحزب الطاشنق وحزب متطرف يعني في هذا الخصوص. لكن هذه المكونات السورية أو الشعوب السورية أو تفاصيل الطيف السوري لم تنل يعني حظها من الفاشية ومن التعامل الفاشي العنصري من نظام البعث، وبالتالي نسبة الأكراد يعني الواقع هكذا يقول، ومش أنا يعني، يقول بأنه المدارس الكردية كانت ممنوعة، اللغة الكردية كانت ممنوعة، الثقافة دعي جانباً الحقوق. ولهذا كنت قد سألتك منذ البداية عن سبب هذا، عن سبب هذا التمييز، يعني هل هو يعني هل سببه هو المشروع السياسي الكردي الأوضح، أو يعني آليات التعبير عن هذا المشروع السياسي؟ ليس في تقديري. شوفي، الأكراد في سوريا لم يحملوا السلاح في وجه الحكومة المركزية في لا في الخمسينات ولا حتى هذه اللحظة. دعينا نقارب، يعني نجري مقاربة ما بين بعثين، البعث في العراق والبعث في سوريا. النظام في العراق في سنة 58 على زمن عبد الكريم قاسم الزعيم الوطني العراقي، عندما استلم أو انقلب على السلطة أو شكل أو أسس الجمهورية الأولى، في دستور 58 اعترف بأن الشعب العراقي يتكون من الكرد والعرب. أتى نظام البعث في 63 في العراق في 8 شباط، لم يلغي هذه المسائل، لا لا لا، لم يكن بإمكان، أطاح بعبد الكريم قاسم وقتل عبد الكريم قاسم، لكن في هذه المادة، في هذا الاعتراف الدستوري، البعث في العراق لم يتراجع. هذا لا يعني أنه البعث في العراق حزب ديمقراطي ووطني وما إلى، مارس العنف والقمع والإبادة ضد الشيعة، ضد السنة، ضد العرب، ضد الأكراد، ضد البعثيين أنفسهم. لكن إذا بتشوفي هذا البعث اللي كان محسوب على اليمين والبعث اللي محسوب على اليسار اللي بيحكمنا في سوريا، لم ورث تلك التركة من الحقبة الوطنية أو حقبة ما بعد الاستقلال من 46 للخمسين والخمسينات لثلاثة وستين وفترة الانتصار، ورثها ماذا؟ ورث عدم الاعتراف بها بالواقع، بالتنوع الحضاري، بالتنوع الثقافي. يعني هذا التنوع هو كنز سوريا وأحد الثروات الحضارية العميقة واللي بتجمع السوريين، يعني هذا التنوع على مستوى اللغات، على مستوى حتى على، أنت أتيت فيما يتعلق بالاختلاف ما بين دير الزور على مستوى اللكنة واللهجة الهوية، التراث، اللباس، ومنطقة حوران، هنالك اختلاف، لكن هنالك شيء يجمع هذا الاختلاف، هذا الكنز الحضاري العميق المتجذر المتجاوز للبعث، المتجاوز للأحزاب القومية الكردية وللأحزاب القومية العربية، هو الذي سيبقى، هو الذي سيمنح يعني أو يؤسس أو يكون ركيزة أساسية قوية ومتينة. لم تجبني أستاذ هوشنك على النقطة التي بدأت بها، هل الهوية الموحدة كفيلة أيضا بخلق هوية سياسية موحدة؟ هل حدث ذلك حتى في مع الكرد؟ يعني ألم تنقسم أيضا هويتهم السياسية وهناك يعني شكل من أشكال الصراع حتى اليوم موجود؟ هلا الواقع الكردي شوي يختلف عن الواقع، يعني التقسيم اللي تحقق للأكراد أنه لم يحقق لهم دول لكن عزوا وزعهم على دول، أما التقسيم في الواقع العربي شكل لهم دول، وزع لهم دول لم تكن موجودة وتشكل بموجب اتفاقية ساكس-بيكو. الخلافات على مستوى المصالح، على مستوى التصادم، جرى ما بين سوريا والعراق كمان على أكثر من مستوى، هذه التقسيمات موجودة. يعني عامل اللغة يعني يؤسس لقومية، لا يؤسس لوحدة سياسية داظمة. التشكيلات والتقسيمات والانقسامات والانشطارات الموجودة في الواقع السياسي الكردي ليس لأنه سببها ثقافي أو سببها لغوي أو سببها يعني مناطقي، سببها سياسي واختلافات في الرؤية وحتى انقسام الموجود. يعني الأحزاب الكردية الموجودة في تركيا تأثرت بشكل أو بآخر بالنظام الكماليزمي
الأحزاب الكردية الموجودة في سوريا تأثرت بشكل أو بآخر بالنظام الحاكم في البحث، وهكذا. لا يمكن النظر إلى الواقع الانقسام الداخلي سياسيا الكردي على أنه يعني سببه يعني ثقافي أو لغوي أو هوياتي أو أي شيء من هذا القبيل. في تقديري المشروع الثقافي كيف يمكن أن يكون سباقا ومؤسسا لمشروع وطني سياسي عندما يتبرأ من تركة البعث، عندما يعني نحن صحيح يعني كنخب ثقافية ونخب سياسية نعارض نظام البعث ونحاول أن نقدم البديل، لكن هذا البديل ينبغي أن يكون على براءة تامة من موروث البعث وسياساته وتعامله مع هذا التنوع. يعني في نظام في العالم، أنا أعيش في دولة أوروبية بلجيكا فيها تنوع لغوي، فيها تنوع ثقافي، كل هذا التنوع معترف فيه في الدستور البلجيكي، ودولة حديثة مدنية دستورية قائمة على تنوع الثقافي والتعددية الثقافية يعني المعبر عنها داخل الدستور، وهذا الدستور يصون الدولة. الدولة الحديثة في ألمانيا أيضا هي دولة قومية لكن ليست بالضد من التنوع اللغوي والثقافي والهوياتي، أعتقد الأمر كذلك يعني في فرنسا. دول كثيرة بنيت على هذا التنوع. دكتورة رهف، دعيني أبدأ معك إن كان لديك تعليق أيضا على ما تفضل به الأستاذ هشام بشأن الفكرة التي قمت بطرحها. يعني شكرا جزيلا نور، وشكرا لضيفك مرة أخرى. يعني أنا جدا حريصة بعدم استخدام خصوصية لمظلومية معينة في سوريا، وهو يعني وسبب يعني أريد أن أعيد أيضا بأنه السبب يعني لا أريد أن أقول بأني أقلل من شأن الاضطهاد الذي حصل ضد الأكراد، ولكن حريصة جدا على أن لا يكون هناك خصوصية مظلومية ما. أعتقد كافة المكونات تعرضت لمظلوميات معينة، وربما القياس هنا يصعب، يعني يصعب الكثير من كوننا هنا باحثين مثلا نتكلم على شاشة التلفاز. لا يمكن أن نتعرض لمكون ما ونقول بأنه هذا المكون سواء من خلفية إثنية معينة أو مذهبية أو طائفية أو دينية بأنه له خصوصية معينة في هذا بعنفه، لأنه هذا سيؤدي إلى استقطاب وثنائيات أخرى ستخلق حتى ما بعد الأزمة في سوريا لخمسين عام مقبل. أعتقد بأن الخصوصية تكمن في استبداد وشمولية هذا النظام أكثر من خصوصيته ضد أو خصوصية استبداده ضد مكون طيب. معين. المعلومات التاريخية التي ذكرها أو أنا ذكرتها يعني عن الآشوريين، ما زلت مصرة بأنه النظام يسيس هويات معينة بلحظة ما إذا ما شعر بأن هذا يهدد أمنه القومي. ربما السؤال يعني اللي أنا هلأ بداخلي فعلا أن أوجهه لضيفك، لماذا ما هي خصوصية الأكراد؟ يعني لماذا اليوم الباحث أو الأكاديمي إذا ما أراد أن يدرس لماذا النظام يعني تصرف بهذه الطريقة فقط مع الأكراد؟ يعني أو ربما السؤال، هل تصرف أو هل استخدم هذا العنف الممنهج ضد الأكراد فقط؟ أعتقد حتى الإجابة على هذا السؤال يجب أن تطرح على مكونات ومجتمعات أخرى. نقوم بدراسة الانترسبجكتيف اكسبيرينس لهذه المجتمعات، بمعنى أن يسردوا معاناتهم الشخصية مع هذا النظام. واعتقد اذا ما يعني هو الاستاذ هوشنك اجاب بشكل او باخر، يعني اجاب بشكل او باخر على هذه النقطه. دعينا ننتقل الى نقطه اخيره دكتوره رهب. دكتوره رهف، يعني التعامل الامني للنظام مع التعامل الامني للنظام مع موضوع الثقافه واللغه، كيف يؤثر على أصحاب هذه الثقافات وعلى المتعاملين معهم من ثقافات أخرى؟ يعني كيف يتجاوز هذا الموضوع الحدود السياسية والقانونية ويؤثر بالأفراد المواطنين في دولة ما وتعاملهم مع بعضهم؟ شكرا، هذا سؤال مهم جدا نور. يعني أعتقد، وهنا أريد أن أتكلم عن خصوصية المكون الكردي، بأن هذا الطمس الثقافي الذي تم ممارسته عليه من قبل النظام أدى إلى إعطاء فاعلية أكبر للمكون الكردي، فاستخدم اللغة الكردية كأداة تفاعلية مع المكونات الأخرى
ضد استبداد النظام، بمعنى آخر أصبحت أداة ريزيستنس أو أداة مقاومة. وأنا هنا أريد أن أقول يعني وجدير بالذكر بأن معظم ما يتم الحديث على المكون الكردي بأنه مثلا تم يعني تم مثلا النظام قام باضطهاده أو قام بتهميشه، ولكن لا نتكلم حديثا نتكلم كثيرا عن كيف وظف المكون الكردي هذا الاستبداد أو هذا الاضطهاد لتكريس فعاليته وإرادته ويعني أو خلق مكون ثقافي خاص به كما قلت سابقا كأداة مقاومة ضد هذا الاستبداد وتفاعلية مع المجتمعات الأخرى. قد يكون طمس الهوية وفرضها من فوق من قبل نظام مستبد قد تكون مساحة تعطى لهذه الذوات السياسية أو المؤمنة من قبل هذا النظام إلى أن تصبح أكثر مقاومة لهذا النظام من خلال إبراز هويته بشكل أكبر. طيب أستاذ هوشنك، أعتقد أن لديك تعقيبا لكن بعجالة لو سمحت لأن الوقت قد أدركنا. بعجالة. شوفي يعني كباحث ومطلع على تفاصيل منطقة الجزيرة وحضور الأكراد في تاريخ سوريا سواء في دمشق أو في حلب، يعني الواقع الكردي أو الملف الكردي أكثر خطورة من الملف السرياني الآشوري قياسا بالكثافة السكانية، قياسا بالحضور يعني الفاعلية على مستوى التيارات والأحزاب، حتى على مستوى النخب. في كثير من يعني يمكن أن نخصص حلقة فيما يتعلق في مسألية أولوية استهداف النظام لهذا المكون أكثر من استهدافه للمكونات الأخرى، رغم أنه المكونات الأخرى أيضا كانت حاملة أو التيارات السياسية كانت حاملة لمشاريع قومية ينطبق عليها المشاريع القومية الكردية أيضا فيما يتعلق بالانفصال وتشكيل دولة واقتطاع جزء من الأراضي السورية وإلحاقها بدولة أخرى مثل دولة بيت نهرين أو الدولة الآشورية أو الدولة القومية الآشورية العتيدة المنشودة اللي يعدف إليها التيارات والأحزاب الآشورية. هذا من جهة. من جهة أخرى فيما يتعلق بمسألة نحن ينبغي يعني النظام البعثي صار معروفا يعني فيما يتعلق بتعامله، ينبغي أن نتطلع للمستقبل ونؤسس كيف نحاول أن نبني شيئا جديدا، لا بالقفز على التركة لا، لكن أن المعادل المناهض لتركة البحث تركة البعث يعني البعث لوث المجتمع السوري في الفضاء العربي أيضا يعني مش بس واستهدف الفضاء العربي على المستوى الوطني على المستوى السياسي على المستوى الإعلامي على كل الأصعدة. وبالتالي صحيح. ينبغي يفترض أو مش ينبغي يعني وتأثر الجميع بشكل آخر من ذلك. نعم على الصعيد الوطني كلنا ضحايا على الصعيد الوطني فيما يتعلق باستهداف نظام البعث. أشكرك. نعم كلنا ضحايا استبداد، لكن على الصعيد القومي والتفاصيل الأخرى هنالك نسب يعني منطقة عن أخرى همشت أكثر من مناطق الثانية، والمنطق البحثي العلمي يتطلب الإقرار بذلك في تقديري. أشكرك شكرا جزيلا هوشنك أوسي الكاتب الروائي ضيفي من بروكسل. الشكر أيضا دكتورة رهف الدغلي المحاضرة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة لانكاستر البريطانية. شكرا أيضا دكتور عبدالله الحريري الكاتب والشاعر ضيفي في الاستوديو، وشكر موصول لكم مشاهدين على طيب المتابعة. انتظرونا الأحد القادم في موضوع جديد. إلى اللقاء.